تصور انه كاين واحد الجزيره كيقولوا الا تمشيتي غير المترو الاول وبقيتي حي فكون اكيد انه غادي تموت في المتر الثاني. اليوم غادي نهضروا على اكثر مكان مرعب في العالم واللي كانت الحكومه قررت انها تشعل فيه العافيه باش تهنب منه في مره، ولكن ما قضات ليها والو. العالم اللي كنعيشوا فيه فيه اماكن غريبه وغامضه ومرعبه، بحيث انه كاين بعض المناطق اللي كاينين فيها ظواهر غريبه وباقي لحد الان ما قدرش الكائن البشري يستكشفها او يتعرف عليها. بعض منا الى حاولت تقرب منها فهو قرار منك بانك ما غاديش ترجع، كمثلث برمودا مثلا. ولكن اليوم ما جيناش نهضروا عليه، اليوم غادي نهضروا على واحد القطعه ارضيه كانت موجوده منذ 11000 سنه تقريبا، المساحه ديالها 5 هكتارات ملتصقه باليابسه، ولكن وقع واحد الزلزال عظيم ادى الى ارتفاع منسوب مياه البحر، وهنا انفصلت هذه القطعه الارضيه عن اليابسه وبقات كتزحزح مع الامواج حتى صارت جزيره وسط البحر، والاسم ديالها هو إيلاكيمادا غراندي، وصارت على بعد 90 كيلومتر من ولاية ساو باولو البرازيليا. جزيرة من الخارج كتبان زوينة بزاف، أشجار وعشب أخضر ومناظر خلابة اللي يعرفوها الناس، بزاف منهم مشاو باش يزوروها يدوزوا فيها العطلة ديالهم، ولكن كاع اللي مشاو ما رجع فيهم حتى شي واحد وكلهم اختفوا، وأصبح الأمر مبهم وغامض للغاية. كشفت الحكومة البرازيلية أنه هذه الجزيرة الجميلة يختبئ وراء طبيعتها الخلابة فهي وكر خصب لجميع انواع الافاعي السامه على كوكب الارض، بل ويصل عدد الافاعي فيها لخمسه حتى لسته الافاعي في المتر المربع الواحد، يعني تخيل معايا شحال غادي يكون العدد ديالهم. كل خطوه غادي تخطاها في هذه الجزيره غادي تلقى خمسه ولا سته ديال الافاعي حدا رجليك. الجزيره تحول الاسم ديالها لجزيره التعابين، واصبح محرم على اي بشري ان يذهب اليها، لانها تحتوي ليس فقط على اخطر الانواع في العالم للعدد ديالهم اكثر من 4000 ثعبان، ولكن لقاو فيها الثعبان الذهبي للسم ديالو قادر يذوب المكان المحيط بمكان اللدغه ديالو، وحتى الان ما لقاوش ليه الترياق. سؤال، واش الجزيره ما فيهاش ثدييات من غير الثعابين؟ نعم، لا يوجد، لانه بسبب العدد الهائل ديالها قضت على كافه الارواح والحيوانات اللي كانت موجوده على الجزيره. بسبب عدم وجود البشر من زمان كانت عندها فرصه باش تكاثر بكل اريحيه، بحيث انه الثعبان كيحط ما بين 30 حتى 40 بيضه في المره الواحده. دابا غادي تسولني وكيفاش عايشين وشنو كياكلوا؟ الجواب، الثعابين على هذه الجزيره تتغذى على الطيور المهاجره التي تستريح على الجزيره. واحد المجموعه ديال الصيادين قرروا انهم غادي يمشيو للجزيره، خذوا قارب ومشاو وقال لك غادي نمشيو نصيدوهم، وفي الاخير ما رجع حتى واحد فيهم. من بعد سمحوا فقط للعلماء والباحثين بالذهاب الى الجزيره، كانت معهم كل الاجراءات الوقائيه والاطباء كانوا لابسين مضاد لاغلب انواع اللدغات، وهناك اكتشفوا الجثث ديال الصيادين. هنا قررت الحكومه التخلص من الجزيره وقامت باحراق الجزيره باكملها، ولكن الصدمه، الثعابين بقيت على قيد الحياه. بدا التساؤل، واش بسبب ظاهره تغيير الجلد ام هناك خبايا في تلك الجزيره؟ هنا قرروا يبنيوا مناره في الجزيره تقوم بتحذير الرحاله وسفن بعدم اقتراب من الجزيره مهما كان السبب. عرفنا قصه الجزيره، الى بغيتوا قصص بحال هذيك كتبوها لي في التعليقات.